الحديث الآن عن الوضع المتردي لقطاع الزراعة في العراق عموما وفي ديالى خصوصا، ومن أجل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أهلا بك سيد محمود. يعني بداية، محافظة ديالى وكما تعلم تعاني منذ فترة من موجات جفاف متكررة، هل من أسباب وراء تفاقم هذه الأزمة، خاصة وأن نوابا اتهموا جهات بتعمد هدر خزين مائي كان سيكفي المحافظة لعامين متتاليين؟ تفضل سيد محمود، هل أنت معنا؟ أهلا أستاذ، تحية لك والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين. تفضل. أهلا بك. السلام عليكم. أهلا بك مصطفى. نسمعك، تفضل سيد محمود. هل أعيد عليك السؤال مرة أخرى؟ ألو سيد محمود، إن كنت تسمعني أكرر عليك السؤال الذي سألتك إياه قبل قليل. تفضل سيد محمود، نسمعك. ألو سيد محمود، أنت على الهواء ونحن نسمعك، تفضل. في لقاء سابق أنهم يخططون، نعم أخي العزيز، قلت أنا في لقاء سابق أنهم يخططون لإفراغ الشريط الحدودي لمساحة 40 كيلومتر من الحدود الإيرانية نزولا إلى العراق، ومنها محافظة ديالى. نعم. لأنه هي بالنسبة لهم محافظة ديالى قد موقع استراتيجي جدا مهم لعملياتهم ولتنقلاتهم وللطريق الرئيسي اللي يمد إلى بغداد وغير بغداد وحتى خروج خارج العراق. نعم. لم يكتفوا بالحروب الخارجية والداخلية وعمال العمر لإجبار المواطن على ترك منزله ومدينته أو قريته والنزوح، فاستخدموا معنا سلاحا آخر هو الجفاف أخي العزيز، ليكون عامل ضغط لترك الأرض وقتل ما فوقها بعد أن سرقوا الثروات وكل ما تحتها من النفط. والآن حولوا جريان الأنهار عن الأحواز من أجل تهجير سكان تلك المناطق العربية الغنية بالنفط، وبالنتيجة قطعها عن بعض محافظات العراق أيضا اللي تحد إيران بشكل عام ومحافظة ديالى بشكل خاص. نعم. هم يعلمون أن محافظة ديالى تعيش من زراعة الخضروات والفواكه والحمضيات اللي كان إنتاجها يغطي المحافظة بشكل خاص والعراق بأكمله بشكل عام، وأن قطع مياه الأنهر الفرعية ومنها نهر سيوان اللي يغذي المحافظة وهو أحد أهم روافد نهر ديالى نهر خيسان. نعم. اللي هو وأيضا من روافد نهر دجلة سيؤدي إلى جفاف نسبة كبيرة من الأراضي، وفعلا أدى إلى ذلك الجفاف، لأن المحافظة في الحقيقة تعتمد في تغذية أنهارها على المياه الآتية منه خصوصا في فصل الربيع، فضلا عن الأمطار والثلوج اللي شهدت انخفاض كبير وغير مسبوق منذ عدة سنوات. نعم سيد محمود، يعني في ظل هذا الجفاف وقطاع الزراعة المتضرر في محافظة ديالى كثيرا، السؤال هنا، هل قدمت الحكومة في بغداد حلولا لهذه الأزمة لتساعد المزارعين في ديالى؟ الحكومة في الحقيقة هي داعم أساسي لما يجري على المحافظة وليس العكس. نعم. لأنهم للأسف هم يساهمون بشكل واضح وعلني بتدمير وتنفيذ الخطة الإيرانية وليس العكس، وليس مساعدة المواطن، بدليل ممكن تدويل القضية وتقديمها إلى المحاكم الدولية بسهولة، وعلما أنه الكثير من القانونيين اللي دارسين القانون الدولي يؤكدون أننا سنكسب القضية، لأنه إحنا عندنا مع إيران اتفاقيات ثلاثة اتفاقيات تأكد هذا، وكل المطلعين بالقانون الدولي يؤكدون أن العراق يستطيع كسب الدعوة أنه أقام ضد إيران بشأن المياه في المحاكم الدولية لوجود ثلاث اتفاقيات كما ذكرت، لكن الحكومة ما تسويها، لأنه الاتفاقية الأولى اتفاقية الإستان عام 1913 مع الدولة، يعني في حينها دولة الخلافة العثمانية، والثانية اتفاقية عام 37 أبان النفوذ الإنجليزي، والثالثة عام 75 باتفاقية الجزائر اللي تنص بعض بنودها على تنظيم الحدود المائية وتقاسم المياه، لكن ما بتقدم هالشيء، وكل ما تتفق مع إيران وتحاول تحديد موعد للقاء للتفاهم حول هذا الموضوع، إيران تسوف الموضوع وتأجله وتلغي القضية، والدولة أيضا هنا حاليا متماهية وياها وتارك الموضوع، وطهران طبعا خرقت الاتفاقيات كلها وآخر اتفاق الجزائر. نعم سيد محمود، هناك اتهامات للحكومة في بغداد بإهمال مشاريع السدود والأمن المائي للعراق، هل بالفعل هناك مشاريع ملموسة يمكن أن تحول دون الجفاف الذي يضرب ديالى وعددا من المحافظات في العراق؟ تفضل سيد محمود.
طبعا اخي الدوله لو كانت مستثمره هذا الموضوع، مسويه سدود يعني مكثره من السدود سواء بالمناطق الشماليه او مناطق محافظه ديالى او حتى باقي مناطق العراق لاستثمار الثلوج والامطار وهذه المياه اللي تجي، كان احنا استفادينا منها وما ما عانينا هاي المعاناه. لكن للاسف سبق ان قلت لك واكررها، الدوله هي تساهم وتساعد الجاره ايران، جاره السوء ايران في تدميرنا. على الرغم من انه هي احنا عندنا للاسف اوراق ضغط كثيره على ايران، ومنها الجانب التجاري، لانه احنا نعد من المستوردين الكبار للمواد المصنعه في ايران، فضلا عن تعاقدنا للاسف مع شركاتها لتنفيذ مشاريع بمختلف المجالات. نعم، طيب في ظل هذه الازمه سيد محمود، يعني نزعت الحكومه كما تعلم ملكية الأراضي من المزارعين، السؤال هنا ما الدافع الحقيقي وراء هذا الإجراء في ظل وجود شك بشأن مساع لتغيير ديموغرافي تعمل عليه جهات في محافظات عدة؟ نعم للأسف الغاية حتى التساهل في مسألة حرق النخيل والأشجار المثمرة بالبساتين داخل المدن حتى تقطيعها وتقسيمها وبيعها واستثمارها وبيعها للمواطنين على شكل قطع أراضي أو حتى استثمارات أخرى، يعني عمارات واستثمارات أخرى. وهذا الموضوع هو غاية الحقيقة تدمير الحزام الأخضر بمحافظة ديالى بشكل خاص وبالعراق بشكل عام. ولاحظ أنت تغيير الجو اللي يصير عندنا وارتفاع درجات الحرارة والجفاف اللي للأسف ضرب أغلب مناطق العراق حاليا. من ديالى كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، شكرا جزيلا لك.